سالي، ومع حكاية فنجان القهوة اللي بيرافق صباحاتنا حروح سوا هلا لصالة ألف نون اللي استضافت بمناسبة العيد الوطني للثقافة الكوبية بالتزامن مع انتصارات رجال الحق رجال الجيش العربي السوري مجموعة متنوعة من اللوحات لفنانين كوبيين مشهورين بمعرض خاص يتيح الفرصة من خلاله التعرف عن قرب على جانب من الثقافة والمجتمع الكوبي. جسد من خلالها الفنانون بلوحاتهم ثقافة وتقاليد وتراث الإفريقي والهندي والهندي الأصلي والمناظر الطبيعية وحكايات وأساطير الريف والأديان. الكاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة بافتتاح المعرض مع زميلتنا نيرمين عمار. خلونا نتابع سوا. نحتفل بيوم الثقافي الكوبي لأنه اليوم الذي تم فيه ترديد النشيد الوطني الكوبي لأول مرة في 2020 الأول عام 1886، وذلك أن النشيد وضع النشيد الوطني والثقافة والقصيدة وضعت في خدمة نضال وكفاح الشعب من أجل الحرية والاستقلال. أود أن أذكر هنا بأن لنا الشرف أن نحتفل بهذه المناسبة على أرض سوريا، هي البلد الذي يكافح ويقاتل ويخوض معركة ضد الإرهاب الدولي. ما تشاهدونه الآن في المعرض من لوحات ذات أساليب وتعبر عن أساليب وتيارات فنية مختلفة في كوبا من مختلف قارات العالم، من أوروبا وأفريقيا وقارات أخرى من العالم. هذه اللوحات تعبر عن كوبا الحالية وكوبا القديمة أيضا. الفن الكوبي بالمعرض هذا بالذات، يعني أنا في كثير أشياء يعني تلفت النظر، إنه تحسي إنه في جرأة عندهم، في تميز بين بعضهم، ما في تأثير كثير بين بعضهم، في علاقة إنسانية بتجمعهم، في هوية بتجمعهم، لكن ما في كبي لبعضهم، ما في تأثير لبعضهم. كيف كمان بتحسي في قضية عندهم، يعني لوحتهم هي يعني عبارة عن تكوين لوني أو لا، في قضية في اللوحة الكوبية على فكرة. ألوان جريئة جميلة، خطوط رائعة جدا، عندهم حرية على فكرة بالتعبير. لفت نظري أعمال تجريدية كوبية. أنا كمتابع دائم للمعارض الفنية بكثير من دول العالم، أول مرة بشوف هذا التأثير يلي عمره مئات بل آلاف السنين، يلي نادر إنك تشوفي غير فنان من أمريكا اللاتينية عم يعكسه. بالتجريد هذا الشيء موجود، حتى باللوحات الواقعية اللي شفتها فيها شيء أصيل، فيها شيء قديم، فيها إنسانية. التجربة الكوبية العميقة متجذرة بالإنسانية. أكيد سالي، لنحكي أكثر عن المعرض وأهميته معنا بالاستوديو الفنان التشكيلي بديع جحجح. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى سالي، دبل اس اليوم على الصباح. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. مثل ما تابعنا مع حضرتك افتتاح المعرض، خلينا نحكي عن أهمية هذا المعرض يلي من خلاله عم نتعرف على ثقافات، عم نطلع ننفتح على ثقافات تانية. خلينا نحكي شوي عن أهميته. يعني عم تقولي فعلا لك، شوفي نحن بدأنا موسم ألف نون اليوم بحالة العلاقة بالانفتاح على الآخر. وقت بنحكي على أي ثقافة العلاقة مثلا ببلد صديق، هو قاوم معنا من بداية الأزمة وبقيت سفارته مفتوحة معنا بهالبلد، فبتحسي أنه هو الشريك دائما بالفرح وبالحزن. ثانيا يعني نحن اليوم عم بهيدي المناسبة عم نتذكر مرور 50 سنة على تشي جيفارا السائر العالمي المهم. اليوم عم نحتفل بيوم الثقافة الكوبية، وانتبهي انه اليوم يوم الثقافة الكوبي او السوري او اي شيء هو عبارة عن طرح لهويات مختلفة يمكن شعوبنا احيانا بتعرفها او ما بتعرفها. رغم انه الانترنت اليوم ما خلى بقى شيء، صرتي انت اليوم العالم كلياته هو بين ايديكي.
لكن تبقى الحالة البحثية عن كل حدا فينا قديش هو عنده طوق للتعرف، طوق للانفتاح، طوق لأنه يكتشف الآخر أو ثقافات مختلفة. يعني معرضنا اليوم هو مثل ما تقولي عم نقول أنه سوريا اليوم قريباً ستنتصر بإذن الله بهمة الجيش ودم الشهيد وصبر قادنا وصبر الشعب عملياً. فهذه البوابة هي عبارة عن جسر إلى الخارج. هلأ اليوم يمكن نبدأ بكوبا، بكرة بمكان آخر، لكن جزء من منظومة ألف نون كوعي مختلف خلق بهذه الحرب أنه إحنا اليوم مثل نون، هذا القوس اللي محتوي هذه النقطة، بس هو ما أنه مسكر عليها، هو مفتوح، فهو بياخد وبيعطي وبيبقى في دايما هذا الهوى اللي بيقلنا أنه الإنسان هو نفس الشيء. الفنان السوري أو الفنان الكوبي أو الفنان الأوروبي عمليا هو عبارة عن مجموعة من المنظومة المعرفية والبصرية، إلى علاقة بالبيئة، إلى علاقة بامتلاكك للتقنية اللي أنت عم تشتغل فيها. فكيف بتفكر وكيف بتقدم عناصرك ورموزك على سطح هذا العمل هو بيكون مؤشر لهوية إما تكون ذات قيمة أو لا قيمة. نعم. يعني أستاذ بديع، مثل ما حكيت، صالة ألف نون من بداية افتتاحها يمكن جمعت الفنانين من خلال جدليات وأوقات من خلال عرض لأعمالهم من جميع المحافظات السورية. اليوم عم نشوف نقلة تانية وهي الانفتاح على الثقافات البلاد المجاورة وبالأخص البلاد المقاومة يلي كان إلى تواجد معنا مثل بلد المقاومة تشي غيفارا الثائر. اليوم أهم المعروضات يلي كانت متقدمة ومين الفنانين اللي شاركوا؟ هاي هو في مجموعة من الفنانين، يعني أكثر من 18 فنان ما بين قديم وجديد، يعني منهم أموات ومنهم أحياء. أسماءهم يعني ما حدا أقول لك الأسماء لأنه صعبين، سانتانا وغيفارا ويعني موجود 18 اسم موجود على موقع الانترنت، اللي بيحب يقدر يكتشف من هنن بالضبط. لكن خلينا نقول انه سلسله الانتقال باللوحه كيف اختلفت من حال لحال. كيف انت مثل ما حكينا بتشوفي بعض الطقوس الافريقيه او الهنديه او هذا المزيج الثقافي ببلد عانى من الحرب وعانى من الحصار وعانى كثير، فبتشوفي هيدي بعض اللوحات اللي علاقه بين الفلاحين السائرين، بتشوفي الكروكيات، بتشوفي الفن المعاصر الابستراكت التجريدي، بياخدك احيانا لرموز وطلاسم اللي علاقه بالتدين، ميثولوجيا، بتحكي شعوب بتشبه شعوبنا. يعني عمليا نحن شعوب غنيه جدا كمشرق بثقافات ساحره جدا، فلذلك لابد عاده من انه نحن نقدر نفهم انه الثقافه المنفتحه هي اللي بتخلق إنسان سوي، خاصة طالما هي ثقافة تدعو إلى إعمال أوطان، تدعو إلى بناء منظومات إنسانية تماماً. عندها صحة نفسية وصحة روحية، وهيدي بتعرفي انت هذا وعي ألف نون، لأن سلمى وسالي ترافقتونا من أول ما بدأنا ألف نون، هي كلمة الفنون كوعي جديد، عمل دوران، عمل جدليات، عمل منظومة حبق، ونحن كمان في عندنا مشروع الحياة قريبا حنحكي عنه، هو له علاقة بأيقونة حرب، بإسقاط الرأي تصبح أيقونة حب، هو دعوة لكل الفنانين اليوم لحتى نستحضر رموز اليوم بعد الانتصارات إن شاء الله وسلامة الوطن، نقدر نتذكر إنه هذا رمز بيذكرنا بكذا وبكذا وبكذا. عرفت كيف؟ إنه ننسج القصة بلغة مختلفة إلى علاقة بتركيبة الجمال. يعني رغم الظروف الحالية، رغم الحرب، عم نشوف المعارض مثل ما هلا حضرتك اتفضلت عم تتجه نحو إعادة الأعمار، هذا الفكر والثقافة المتأصلة وتاريخ سوريا يلي لا يمكن أن يمحي لا حرب ولا شيء. قديش مهم هيك معارض، قديش مهم أنه رغم الظروف عم نشوف عالم جايين لعنا من كوبا مثل ما قلت، حتى من روسيا، من إيطاليا، عم نشوف كتير هيدا القصص. قديش مهمة؟ كتير مهمة. أنت بتعرفي حتى هلا ذكرتيني بألوان وأفكار المسابقة اللي عملناها لتنمية ذائقة جمالية عند الأولاد وعند التلاميذ والطلاب. كان في عندنا زائرة إيطالية أوريلا إجت لهون لعنا وقعدت أسبوع تماما. حكيت وتجولت. نحن اليوم مثل ما قلتي الرصاص أحيانا ما ممكن أنه هو يقتل الأفكار، أفتكر الرصاص هو مادة ممكن تأذي المادة، لكن تماما. الفكر هو معنى. اليوم نحن بنحكي عن المعاني شيء مختلف، لأنه هذه هو السوري اليوم، هو حالة ممتلئة بمعاني مختلفة تتجلى
بمواقف معينة، عرفتي كيف؟ هذا التجلي أنا بقوله دائما يجب أن يكون ذو هوية، عميق، متأصل، راقي ومؤنسن، إذا كان بتيارات الجمال أو بتيارات الأدب أو بأي تيار كان، هيدا هي يعني ببساطة. نعم أكيد. يعني أستاذ بديع، دائما بنحكي عن وظيفة الفن، وصار معروف قد الفن اليوم قادر أنه هو مو بس يزرع ثقافة، يوصل ثقافة، هو أيضا عم بينمي، يعني صار في نوع من التنمية المستدامة عم نشتغل عليها مع الأطفال مثل ما حكيت بألوان وأفكار، مع الناس بشكل عام نزرع ثقافة الألوان، الألوان المبهجة، يمكن ألوان الانتصارات. قد اليوم هذا المشروع يمكن رح أيضا تدخلوا في بمشاريع أخرى غير ألوان وأفكار يلي كان مع وزارة التربية؟ هلا نحن فينا نقول لهم للجمهور، اليوم تعاقدت معنا وزارة التربية لإعادة بناء وتأهيل الواجهات البصرية الخاصة بأغلفة الكتب. يعني نحن قدمنا رؤية إلى علاقة بتعديلات خاصة بأغلفة الكتب، بالرغم أنه أغلفة الكتب السابقة هي الحقيقة أنا ما بدي انتقدها أطلاقا، إنما هي محاولة للتغيير. ربما أحيانا كان في بعض القطوع الخاصة بمواضيع التصميم أو كان بينقص الخبرة في عملية هذا التأليف. فلذلك هلا احنا عندنا شغل كتير مهم على موضوع إعادة بناء الأغلفة لكل منظومة المناهج، هذه واحدة. اثنين، احنا اليوم ببيئة، لاحظة هذه البيئة قديش فيها جمال وقديش فيها فن، يعني احنا بنقول بفراغ معماري، هذا الفراغ المعماري في مجموعة من العناصر، مجموعة من المواد، مجموعة من اللوحات، مجموعة من التماثيل، الفرش، الألوان، اللباس، كل هالأشياء هي العلاقة بالفن. فنحن اليوم وقت اللي بنقول العيش مع الفن، بمعنى أنه في حدا بيدرك تماما هذه التفاصيل وبيكون على مستوى من الوعي بيقدر يحددها ويقيمها، وفي حدا بيعبر منها ما كأنه هو يعني ما كأنه مرور الكرام بأي مكان. لذلك نحن وظيفتنا أنه ندفشه شوي، أنه نقول له أنت اليوم من أول ما بتفيق لازم تعرف أنه أنت هذا الضوء اللي بيعانقك من الطبيعة عم بينبهك أنه تطلع منيح. عرفتي كيف؟ بتطلع منيح بتعرف قيم الألوان المحيطة فيك، قيم الأشكال المحيطة فيك، العناصر كيف تتركب مع بعضها، التكوينات كيف بتتآلف. يعني أنت اليوم ضمن سيمفوني، ما شرط أنك تسمعها، حتى وقت اللي بتشوفها هي سيمفونية مهمة، شكل الكبير والصغير والمايل والكبير والمزخرف والسادة، هيدي يعني هيك هيدي منظومة الحياة. وكل حدا فينا هو فنان اصلا، يعني عمليا ما شرط الواحد يكون مختص. يعني ليك اليوم شعبنا قد ايش جميل كيف تفاعل مع فكرة المناهج، انه لا او ايه وكذا وشيله وحاطه، بالرغم انه ما انه مختص، لكن احيانا هو مركب بقلبه هذا الفنان، فهو من واجبه انه يحكي ويعيط. هلا هذا الصريخ خلينا نسميه كان جزء منه واعي ولطيف وواضح، وجزء منه ما كان الحقيقة واعي. نحن هلا ان شاء الله حنحاول نخلق معادلة رياضيات، خلينا نسميها معادلة جمالية، لنحط الأشياء بمواقعها الصحيحة. أكيد. تمام. يعني لكل معرض رسالة، لكل معرض هدف. دائما ألف فنون بكل معرض له رسالة معينة من خلال اللوحات المعروضة، من خلال المشاركة بيقدمها للكل. هذا المعرض كان فيه روح المقاومة طبعا، تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري. شو كانت الرسالة اللي كنت توصلوا لها من ألف فنون؟ يعني الحقيقة أنا في شغلة أدهشتني هذيك المرة، والحقيقة بأسف أني ما سمعت فيها منيح، أنه كان في معرض لفنان جريح كان في عنده إصابة وإعاقة، وهو كان عم بيقدم عدم أعمال تشكيلية وحلوة. أنا من هيدا المنبر بقول لكل الجنود اللي هني عندهم إصابات معينة وعندهم طاقات إلى علاقة بالفن يحكوني مباشرة. كان إنا واقفة مع نفس هذا الشاب بتقرير خاص طلع من كم يوم على الإخبار. أنا الحقيقة بتأسف أني ما سمعت فيه، يمكن كنت مسافر أو شغلة ما دريت، بس الفكرة كثير حبيتها جداً، انه كلاتنا ممكن نتعرض لاشكال ما بسبب دفاع عن الوطن او بسبب اي ازمه، لكن نحن اليوم ما بصير نبقى او نقعد. كل حدا فينا عنده موهبه، كل حدا فينا عنده طاقه، خي دق هالابواب ما بتعرفي كيف تنفتح. انما عدم الحركه هو الموت الحقيقي، وإنما الحركة المستمرة في البحث والتغيير هي الحياة الحقيقية. أكيد. تماما. فلذلك نحن بالعكس، يعني نحن ألف نون مثل ما قلنا هي ليست وعي جمالي فقط ليبني، نحن اللوجو تبعنا هو يبني إنسان
ووطن بالنتيجة. يعني احنا اليوم الانسان غاية وقيمة، الوطن هو فراغ، مين بيعبيه؟ بحبين النخب والنوعيات والناس والإنسان بالنتيجة. أكيد. يعني أستاذ بديع دائما هيك بترافق صباحاتنا مع الزائقة الفنية، نشكر وجودك معنا، وأكيد قريبا رح نكون مع فنان سوري خلق زائقة فنية مختلفة، أكيد الفنان موفق مخول والمعرض القادم مخوليات وهو أيضا يلي كتب اسم سوريا بجنس. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا. شكرا لك، نتشكر وجودك معنا وإن شاء الله من رافقك بجميع المعارض. موفق يا رب. شرف واهلا وسهلا فيكم.